نسعى دوماً نحو الابتكار والإبداع من أجل بلوغ رؤيتنا نحو حياة صحية آمنة متكاملة ومتميزة للأسرة والمجتمع. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، ويا هلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي نحو حياة صحية. مثل ما تعرفون هذا البرنامج من إعداد إدارة التثقيف الصحي، ومعاكم محدثتكم زينب السجواني وأخونا في الإخراج سيف الجبلي. نبتكر الحلول غير التقليدية، نوظف إمكانياتنا التكنولوجية في التطوير الدائم لبرامجنا. حتى غدا الابتكار سمة من سمات مؤسساتنا وموظفينا المتميزين، ونتيجة حتمية لكافة مبادراتنا.